أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان لها اليوم عن انتهاء أعمال لجنة التحقيق المشتركة والمكلفة بالتحقيق بحالة وفاة الطالب ضابط مبارك ناصر العازمي والطالب ضابط فيصل علي العبيد، وذلك فيما يتعلق بشبهة التسبب وتوافر الخطأ الطبي في وفاة الطلبة الضباط. وأوضح البيان أن التحقيق في الشبهة الجنائية لوقائع الوفيات من عدمه قد أصبح من اختصاص النيابة العامة الإدارة العامة للتحقيقات. وأضافت مديرية التوجيه المعنوي في الجيش الكويتي أن اللجنة قامت بالتحقيق والنظر في المسؤولية الإدارية بوقائع الوفيات سالفة الذكر، والتي انتهت بحصر المسؤولية الإدارية في عدد 4 أطباء من هيئة الخدمات الطبية. هذا وقد أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أوامره لرئاسة الأركان العامة للجيش بالوقف الفوري عن العمل لجميع من حملته لجنة التحقيق المسؤولية الإدارية، مع أخذ جميع توصيات اللجنة وتطبيقها بحزم ودون تهاون، مع تزويد النيابة العامة بجميع الوثائق والنتائج التي توصلت إليها اللجنة.